موجز الأخبار من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري يقول إن دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس تجاوبت مع رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة الاعتكاف بالمسجد الأقصى المبارك في العشرية الثانية من شهر رمضان الكريم وحصره على العشرة الأواخر. استشهاد سيدة فلسطينية متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليها صباح اليوم في قرية حسان غرب بيت لحم. المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسن يكشف عن أزمة محتملة قد تواجه خدمات الوكالة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة بفعل أسباب عدة. عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري يقدمان مشروع قانون للكونغرس لمنع منظمة العفو الدولية إمينستي من تلقي تمويل فيدرالي أمريكي لاتهامها إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري. تطبيق واتساب يطلق تحديثاً مفاجئاً غير من إعدادات حسابات ملايين المستخدمين في محاولة لحماية الخصوصية في أثناء استخدام الرسائل التي تختفي ذاتياً. نهاية الموجز، في أمان الله.